بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. أيها الأخوة، حلقة هذا الأسبوع ننقلها لكم من قرى الريان بواد الفرع أثناء جولة البرنامج القصيرة لقطاع الفرع التابع لمنطقة المدينة المنورة. في هذا المجلس الطيب معنا الشيخ مريبد ابن هنود بن ربيد، رئيس قرى الريان بواد الفرع. معنا العديد من شعراء الوادي، في مقدمتهم الشاعر المعروف معيض ابن عوض العي الحربي، الشاعر جهز ابن جزا العمري الحربي، الشاعر عبد الرحمن بن حنيتم الحربي، الشاعر ابن ادري بن ربيق الحربي، الشاعر مطلع بن مرزوق ابن مسلم الحربي، الشاعر مبيريت ابن بريك الحربي. كذلك يستضيف هذا المجلس الشاعر مسلم بن شعيل المطرفي من هذيل. للبرنامج فرصة أن يبدأ هذه الحلقة مع الشيخ مريبد ابن هنود ابن ربيق، رئيس قرى الريان. مساك الله بالخير. مرحبا، مساء الخير. أنت الآن مع مستمعي، مع مشاهدي هذا البرنامج. نعم. ونبغيك تعطينا نبذة مختصرة عن وادي قرى الريان في الماضي ومنفعتها للبادية وفي الحاضر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هم قرى الريان اللي عدنا عليك اسماها، ولا محتاج نعد اسماها؟ عدوا اسماها. هذه الزبيرة والبيار والجميز والسدر والسمنية ومسيطح والفزير وشدخ والشعبة، فهذه قرى واد الريان، قرى الريان. فكانت في الوقت الماضي نعم يتعهدون الناس لتحصيل التمر، المعيشة التمر. نعم. ويجون لها من جميع الأقطار، اللي يلف فيها واللي ما يلف فيها، اللي يلف فيها يجي على حقه. نعم. واللي ما له شيء ينزل ويحصل خير من المسلمين. اي نعم. اما خدمة اما عطية اما شيء اما، لكن يحصل خير، ما يروح الا محصل الخير. ويجونها على راس الحول، على الجمال، يجون من نجد وياخذوا مبلغه ويروحون، وعيونها ماشيه تمشي. اي نعم. تجري، كانت العيون تجري. اي نعم. فكانت على هذا الحال حتى على الديره بعهد عبد العزيز بن سعود الله يرحمه. اي نعم. وصارت الدنيا تحسن شيء في شيء. نعم. كل سنه تصير احسن من السنه اللي بعدها، لان حتى صار الخير عم وطم، لله الحمد. كل فاليوم تشوف اللي لحق في التمر، ويجون الناس من اول. اي نعم. ما حد يجي، يجي واحد ولا اثنين والباقي ما يلقى من ياخذه. اي نعم. كانت هناك عنايه بالتمور وحاجه في الوقت السابق. إيه. واليوم مع انتشار النعمه اصبحت العنايه بالنخله قليله. صحيح. اي نعم. فنحمد الله ونشكره عم الخير وسفر، وصارت القرى مثل ما ترى على حالها الاول. اي نعم. وصارت تمر فيها، لا زالت على حالها الاول،
ولكن لا الحمد ان الخير سهل. طيب يا شيخ مريب، تقدر تعد لي اسماء النخيل الموجوده عندكم انواعها؟ ايه، عندنا المشوكه معروفه في وادي الفرع. نعم. المشوكه نعم. هي اللي في وادي الفرع معروفه. نعم. وفيها البرنيه. نعم. وفيها البيضه. نعم. وفيها السكره. نعم. وفيها العكوز، يقولون لها العكوز بعد انخلف اخره. اي نعم. ها؟ اي نعم. وفيها المثلبنه. وين يصدرون تمورهم اهل الوادي؟ كانت الزكاه اول يصدرونها من اول على البادية، كلها أهلها ما يصدرونها لأحد. الآن في الوقت الحالي الحين يصدرونها، الحكومة كانت تأخذها، تجيب سيارات وتأخذ التمور من هي وتوديها الخارج. اي نعم. وتعطيها لها ثمنها. ايه. فالآن الحين لله الحمد الزكاة تجي، ويجون العمال ويقولون خذوا الزكاة وقسموها على المستحقين في البلد. ما في مستحقين الا الحمد لله. الحمد لله. نعم. ولا تأخذها، والله إني خبر إن نوديها على الزمل من نية، نودي الزكاة يطلبونها كالحين أمارة المدينة تطلبها ويخرجونها. ما أدري والله إنك تلقى 100 جمل 70 جمل كلبون قطار واحد هاك الحين في التمر. أيه. ونوديها المالية بالمدينة. أيه. الحين لا الحمد لله الزكاة يجون العمال ويحصونها، والحصوها قالوا قسموها على المستحقين. من بعيد والله من قريب. من فين أبعد ما حضرت الوادي الريان وقت الصيف؟ أبعد ما حضرنا له من القصيم. تجون تحضرون هنا الصيف؟ اي والله نجي نحضر هنا للحاجة. للحاجة اي والله. تمشون على الجمال وعلى الرجل؟ والله على الجمال وعلى البل نمشي، والله نسري ونجهم ونقيل ونمشي وماشيين، وتشوفهم والله انكم تشوفهم بعضهم، انك تشوف انك ما تحدد من ورك، كلهم يجون. ويا جاء المحدار تشوف الزمل، جابوا الزمل هنيا، والله انك تشوف البطاحه هذه ضايجه في الزمل، ويطلعونها يحطون عليها رجال ياخذها الجمل بصاعي. اي نعم. ويطلع يما البر هنا فيه. ولكن من اول يا ابو بنيدر رجل الباديه في التحمل اكثر من الزمان هذا في النعمه. أيه يمشون نعم. على رجولهم. يمشون على رجولهم. ياخذون يومين ما قد يكون ماكله. ياخذون يومين والله صحيح. والله ياخذون يومين والله ما لقوا لا راسبهم ولا لقوا الطعام. طيب يا ابو بنيدر، فيه قالوا قصيده بينك وبين واحد من اخوانك تبادلتوا قصيدتين، نبك تسمعنا. بيني وبين بدر. طيب وش قال بدر؟ بدر يقول هيض عليه يوم سويت فنجالي عنك ما شربت الكيف حوله. ايه فنجال بينه زينه 5 اشكال سكر هواه ونارها محطبه له وحبه نظيف وما من نقع حمال والهيل حطناه بكثرة توله ما يستوي للي مطاياه ونعالي اللي يجي البيت علق نعوله. نعم. الرجل اللي جاء علق احداه. اي نعم. وهو يبيها للجيش اللي يجون ينوفون. اي نعم. يصلح لها الركب من ضريم وعجال من فوق عارة بعيد اللي فوله حزة يجون، وهو يقدم الانفال وركب شنظافيات ذيوله، لان قال يا راس من فوق ما تقطع الا المسر عيرة وابوها عن اوله تشدى فريد انطق الريح بجفال وهو حل وحي. من قدم ما شاف جوله رماه دفاقا وله بكتال وطحت وراه، وعقبها طق جوله ركبها اللي يقصد الدرب معال، والدرب ما يبحل بقصره وطوله، يهزابها عن درب بجره اليمال ودرع عليها لن تضرب بسهوله، وتطل مرار الضلع والفي ما زال، والقشع تجهر من سماله تظلوله، والعصر سد ولد عبير صلى الله عليه الزعفرانه. اي نعم. لازم تشوف النزل والنشر حوله، تلقى بيوتا في طرف اكل اجذال في دير تم رباعها، سد ضراول سلم عليه، سلم سقها للشايب وخصها على الحال وسلم عليه، وعدها عن زوره لو زين نوه لا تسمع للاقوال، قال ما معي رخصه ولا فوت كون من لك، فالله على كل الاحياء الاحوال الناس ما يكفون لو برقوا له. لو برقوا له. اي. وش رديت عليه؟ رديت على هذه اللي قلت لك. وش قلت؟ قلت يا راسي من عندنا فوق مرمال حمرا على كيف المعنى ذلوله قطم الفخوذ وخفها سن ريال والصدر باب يوم تفتح سلول ركابها من خيرة الربع رجال اللي يبغى قضي اللزوم ارسلوا له. تحط النفوذ وتقطع العرف بعجال العرف بعجال، واللي بين القراذيج ذول السقها وتلفيفك على طيب الفال ذبحك بشلاش فيما يقول لانه هني وحنا هناك. اي نعم. سقها وتلفيفك على طيب الفال ذبحك بشلاش فيما يقول الشيء الحمل متى اقواه الانذال اللي اقرب الزمن الرحل.
من حموله وانسان شان الخواطر بالافعاس نسله والفرج معسلوله سلم عليه وخذ منه ما قال واعطى الجواب اللي كتبنا وصول انسان جزله ولا هو بزلال سمره حنا دمحنا زلول هذه سوات الناس يا ريف الحال من يسبونه مسلحهم من نزولهم وصار به مره من الدهر ميال ما عدى ولا يشد مضم حوله الرجل اللي صار له فعول وجيت مره لان قال لعلنا ما نعتبر يا لندا الابدال والله ترى الدنيا ما حد ما تجنون تاخذ ولا تعطي من الحال والمال واللي اعطت شيء اعطته معلوله وصلت ربي عدنا رش المال على محمد عبد ربي رسوله صلى الله عليه وسلم. ابو بنادر انت لك باع طويل في الشعر في اول زمانك فوش رايك في شعر شبابنا اليوم؟ والله الامور تختلف وكل لهجها. نعم كل لهجها. الناس كانوا على جهه واليوم كانوا على جهه. كانوا الاولين يقصدون في وقتهم اللي حاصل. اللي حاصل والشباب اليوم يقصدون في وقتهم اللي حاصل. هذا والله صحيح يا طيب شكرا للشيخ مريبد ابن هنود رئيس قرى الريان بوادي الفرع. الان ننتقل للشاعر معيض بن عوض العجي في هذا المجلس ونشوف القصيده اللي يختارها. مساك الله بالخير يا اخي معيض. يا هلا الله يمسيكم بالخير. وش الابيات اللي تختارها؟ هندف ضميري بالمثل ثم غناه سوات مرهي ما تشفق شفاقه هنزت سيسانه قومت مبناه وذوق من بعض المعاني ذواقه يا دلة دايم على الجمر بركاه الله جعل كيفه القلب عشاقه يا حلو سوقف اول الفجر حلواه يا مال بعض لفحل النوم راقه لو كان يعرف ما يصوبه ينصاه ماله على بعض المراجل حماقه ما هم هلا جمع ماله ودنياه مثل من الميل الدهر واصطفاقه وتل قلبي تلتين من اقصاه تل البعير اللي على اهل وساقه حاله ضعيف وجار الحمل اعضاه ورعيه ماله غير حمله دراقه على اربوع غايه القلب ومناه عيد الضيوف وجارهم والرفاقه يحب قلب له الطيب حباه ما هو بحب اللي تشوف رقاقه حب الرجال القوانين والجاهل لهم في كل طيب علاقه وقت المظالي سيف بدله وبنساه ما نظلي في الصبر قدره وطاقه يا شي فرق الحي الحي شيناه يثر مرض الضروع الدقاقه يا للجموس الكلفة المشاه رضونا لحظة على غير عاقة بكتب حروف من ضميري منقاه إذا لكم يم البحور اندلاقة ودم كلامي من يحبه يقراه اللي كلامه فيه لطف وحذاقة قل له لي عشنا ترى وصلناه والبعد ما يقطع حقوق الصداقة بيت مريب العز ما يهدم ابناه الأول جمل يصبح من الصبح ناقة سلامتكم وانت سالم وأحسنت. الآن ننتقل للشاعر مسلم ابن شعيل المطرفي ونشوف القصيدة اللي عنده. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يا اختار لنا أبيات. أبشر طال عمرك. هذه أبيات نصيحة. تفضل. الناس والدنيا على طول في سباق طبيعة الإنسان ما هي بديعة يلي تقول أبا عقارات وأوراق قضب طريق المرجلة وبدريعة ما هو بعيب إنك للأموال تفتاق تخشى خريف السن وانت بربيعة هذا هو الإنسان فرح وتواق حبة تملك في ابن آدم طبيعة من حق كل الناس تفرح وتشتاق وتسير بأمر الله فالأرض الوسيعة حتى البحور الله جعل فيه نرزاق شيء تغذابه وشيء نبيع أهم شيء الآدمي يطلق الساق يسعى ويبذل كل ما يستطيع ولا يشكي همومه على غير خلاق شكوى ابن آدم للأوادم قطيعة إن كان ما هي شرك بالخالق انفاق والشرك منكر وانفاق الفجيعة وإن كان ما هي كلها قلت أخلاق ترجي صنيعة من مدور صنيعة الرزق بأمر الله يرسل وينساق الله يامر والخلائق تطيع كتبتها ذكرى المن خاطره ضاق يلجى الرزاق الطيور المجيعة والحمد لله كل ما لاح بالراق على الأمن والعافية والشريعة سلامتكم. أحسنت على هذه الأبيات الطيبة. الآن ننتقل للشاعر جهز بن جزا الحربي. مساك الله بالخير يا أخي. الله يمسيك بالخير. أنا بك تشارك بأبيات مع الأخوة. أبشر طال عمرك. أشارك بأبيات من قصيدة للمرحوم جزا بربيت يرحمه الله يصف فيها ذلوله وسواته للقهوة فقال يا راتب اللي نيه البد زاويه حمرة من اللي يقطعن الرهادي حمرة تبوج الخوف ما عندها فيه سمحا قبلها والمناظر إحدادي أبره وأبره والعواتي عواتيه تقول ما بين الزار والكوع هادي من سر جيش يم خيبر مربي من سر جيش تيم حمرة نتشادي
تجدل الأدمي اللي شاف راميه زول عليها الريح ثم استزادي ركابها للأرس انشعثرت فيه لا للواحي والحبال الجوادي تسرح من الريان سالت مساجي ولعن ربي يسقي جميع البلاد وغراب قبل القايلة نوخت فيه وعصير عن جدران حنكت حادي ألزها بالقصر وعيت تواليه ولعدت الله بعد صوت المنادي وطيت عنها ودنيت للكيف أسويه سويت فنجال شراب به شادي لا محرز بنه ولاني بمنيه ضيقتها لين أجملت بالجوادي يحني على الصيني لشف شفيه زمرة جراد بصفر اللون صادي وسلامتكم. أحسنت. الآن نبغى ننتقل للشاعر عبد الرحمن ابن حنيتم الحربي. مساك الله بالخير يا عبد الرحمن. مساك الله بالنور يا مرحبا. نبي أبيات منك. والله في القصيدة هذه نصيحة لابن أخي لي مسويها. تفضل. يقول هات القلم والبوك ودن الدواتي واجلس معي وابغاك ما اقول توحيه لو كان عمرك فول يا غناتي ودي تعرف الدرب قدام تمشي يا طارق اسمع يا ابن اخي وصاتي لا تنشغل عنها ورا الوقت تتليه وقدام تفهم مقصدي لا تباتي وليا فهمت العلم تدرك معاني تحتاج لفي ايامك المقبلاتي لا سرت تدري بالغلط ما تقع فيه الوقت يمضي يا ابن اخي فواتي والخلق كل مشتقي في طواريه جماعة الرجال الثوب الغناتي يلي زرع غيرك ترى من تجانيه لكن ربعك لا بغيت الثباتي هم الدليل ان شفت دربك مهاميه ومن دون ربعك واجه المعذلاتي وعدوهم لا تبتهت ما تعدي لجل الجماعة هون المعسراتي ومع رايهم لو دربهم موت تعطيه ودور صديقك فرجال الثقاتي شوف الحكيم من منطقه يوم يبدي تلقى الجميع يقوم له يوم ياتي كل على الردة يسابق يحييه كان حشيم ومكتمل بصفاتي ولاه عشان أموال هالناس تغليه خاوة تراه يسد في النايباتي وجانبك حتى في مغيبتك يحميه واحذر من النمام راع الوشاتي يهدم عليك اللي على عز تبنيه ولا تستفيد اللزرة والشماتي وفي مجالسه قدرك مع الناس تهفيه وابعد عن الكذاب راع اللواتي لو هو ولد عمك تجنب خطاويه لجله يحدك دوم للهافياتي وتصير مثله في مقامه مساويه واترك كثير الهرج راع الرواتي من زاد هرج تبتلش فيه خوافيه واحذر من الفاجر زعيم العصاتي لا تامنه يوذيك وانتهم صافيه ولا تعاشر الطماع ما لهم واتي يطمع في حقك وقت يضمن دعاويه وجارك لو انك شفت منها الرداتي اصحى يجي في بالك انك تشانيه غض النظر عن زلته بس كاتي لو تنجبر دارك الجارك تخليه وجارك لو انك شفت منها الرداتي اصحى يجي في بالك انك تشانيه غض النظر عن زلته بس كاتي لو تنجبر دارك الجارك تخليه وللضيف واجب ماله معذراتي لازم عليك الضيف لجاك تقريه بالجود جود ورزق الانسان ياتي ترى الكريم الله يزيده ويعطيه ود الشهادة لا حضرت الدعاتي الحق حذرة لا عرفته تغطيه المؤمن اللي يحسب العاقباتي واللي يغطى الحق ما الله بناسيه خلك شجيع وعير راع البراتي ما هو عشان الناس علمك تسويه الخلق لو تسقيه سكر نباتي ينساك لا منه لقى غير يسقيه وترى السنين المقبلة مو حشاتي من تاه ما ظن الخلايق تقديه اطلبوا لي العرش تلقى النجاتي من طاع ما ظن من طاع ربه ما يخيبها قويه قويم الصلاة وصوم ود الزكاة وان استطعت تحج ملزوم تديه لخصت لك ما شفت طيلة حياتي والخاف يعظم لكن الحر تكفيه أحسنت سلامتهم أحسنت والآن بنشوف الشاعر مطلع بن مرزوق بن مسلم الحربي مساك الله بالخير يا أخ مطلع هلا يا مس النور وش اللي تختارها من القصائد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قصيدة وتعبر عن نفسها تفضل يا زين مبدا النور يا زين مبدا الرجم عباد يا النور فراس مرقاب طويل ارتفاع وقت الصباح انصفروا به للصور انزلنا وملي على غار ناع كلن على مشهاه والعبد مامور ورعى الولعم الله خلق له قناع تقل بدر الخلاوي بنظور ربيع قلبي لو فتره وساعة نجنع بعض المهجيج دعثور قول اضبه ولا جمايل اسباع حولت زلب وشفت طامع ومسرور ما تني الا شايف اللي طماع وانسان فيهم شارك الرايب الشور مع الخوي بقول سمع وطاع الناحر تلقى الوقايع على الزور وانعرض ومضق الفضو تساع الناحر تلقى الوقايع على الزور وانعرض ومضق الفضو وتساع
اللن ما الله رد بالرمي عثور، اللي منعها الله يتم امتناعه، أجهد وجده في المقاسيم معذور، والأمر لله وصلته وانقطاع. تمت بصوغ القف عالي يقول من هاجسن هندس ضميري وذاع، قافن على حلوة الطواريز مصخور، صخر الجهاز اللي بفن الصناعة، ما يتولف شاعر ولا في العور، عور القوب اللي عل استماع. ويقول أنا شاعر وماهر ودكتور، ضايع دليل ولا درع عن ضياع، خفيف وزن القاف والبيت مكسور، كسر الصويب اللي انكسر من دراع، للقاف وزن وتيل والنقص محذور، ولا كل من هندس يعرف استماع. وسلامة المستمعين. وانت سالم وغانم، ولا نشوف الشيخ مبريت بن إبريت الحربي والقصيدة التالية. هاي أبو مرزوق. نعم. نبي الأبيات اللي تختارها. حاضر. فكرت في الدنيا وعارف مصيري، فالعمر لو يطول يرجع قصيري، أما بجنة خلد ولا سعيري، يا رب ذاك اليوم برد وسلامات. أخذت لي وقت أقسم ظنوني، وزرة تنام الليل سهرة عيوني، دقت هواجيسي وكثرة شطوني، والقلب طول الليل سهران ما بات. ما باقي إلا يطلع عنا دموعي، من هم ضايقني وفجر ضلوعي، واليوم أنا ماشي ومقفي قنوعي، يا رب سهلها لي منها جات. يلا عسى لي بربي علاقة، نهار أقفي عن وجيها الرفاقة، فيما قعن فيها السلامة أشفاقة، ما فيه لا زايد ولا نقص ما فات. كل على ما قدمت لهيمينه، نفسه على ما قيل تجلس رهينه، يفوز من كم صلاته ودينه، ولا قليل الدين مذموم لو مات. خسران شخص ما اجتهد في صلاته، لو خسارة طول دهره حياته، ياكل ويشرب خلقته مثل شاته، ولا نشدته ما يعرف التحيات. ما غير جالس للحكة والنميمة، يمسي ويصبح مفتخر بالظليمة، ما يدر ان مارستها جريمة، بدال حسناته يحمل بسيئات. جاب العداوة والبلل القرابة، اللي من أول لا بتنسد لابة، كل يلجم لابن عمه عصابة، وليلبل كذر الحكة والنميمات. يا ليت تعرف به سوم وعلامة، حتى ندور عن درب السلامة، قدام لا تكتب علينا الملامة، ما ننخدع مدام شفنا العلامات. أستثني أهل الجود وأهل الشهامة، الوافي اللي ما يمس الكرامة، وده يقدم خير يوم القيامة، يلقاه عند الرب رب السماوات، عند الله رب السماوات. هذا وأنا عبرت عما طرالي، مما تبين لي وما شاف بالي، أجلس مع العالم وكني الحالي، وهموم قلبي بالروحة وجياب. سلامتكم. أنت سالم وأحسنت على هذه الأبيات. والآن نبي نشوف الشاعر ابن إدر ابن ربيق وش عنده للأخوة. هاي أخ ابن إدر. يطال عمرك أنت والسامعين، عندي قصيدة في المملكة، وحكامنا عزهم الله، الله يعزهم وينصرهم، وما يبذلون من عطاء للجيران وللمستحقين. تفضل. يقول حنا سعوديين في مملكتنا، في وسطها وحدودها نحتميها، من صغرنا حتى كبرنا حضنتنا، وهي من الحنون ونعيش فيها، مثل أمنا في عطفها شاملتنا، بأموالنا وبدمنا نفتديها، عند الطلب لا منها كلفتنا، نرد عنها المعتدي ما يجيها، وحنا سرتال سعود يوم حكمتنا، من غيرها الحكام لا ما نبيها، حكم الشريعة والعدل، حكم الشريعة والعدل نظمتنا، وحكم قوانين الدول ما هو فيها، على طريق الرشد إسرة هدتنا، وبموجب التوحيد ربي حميها، وكم دولة نعطي وهي ما عطتنا، من دون ما تتعب عطانا يجيها، ما قصدنا نعطي عشان مدحتنا، دستورنا الجيران يوصي عليها، وكم دولة عقب عطانا جزتنا. ما قصنا نعطي عشان مدحتنا، دستورنا الجيران يوصي عليها. وسلامتكم. وانت سالم واحسنت على هذه البيات الطيبة. والآن نبي نشوف الأخ مقحم ابن حمود العمري الحربي والقصيدة التالية.
هاي اخ مقحم عندنا نصيحة. تفضل. يقول ابدي بذكر الواحد الفرد الصمد، رب الحسنى هالعباد سجود، وارجو جليل الملك يغفر زلتي، حيث ما شيء على هيكود، خلاق رزق الخلايق كلها، وانشى المخايل في برد ورعود، الى عطمه من احد خايف، يعطي بكف بالوفى صمود، وليا منع ما جات عنده واسطه، ولا ياخذ الرشوه ولا حقود، هو الاله الواحد المتصرف، بالملك والقدره بدون حدود، سير مقاديره بعدل وحكمه، في كل خلقه والقدر مشهود، احد كتب لف في حياته لذه، ويوم القيامه خاسر مردود، واحد بهالدنيا بضيق وقله، وفي الاخره له منزل محمود، واحد جعل نفسه واحد جعل له ضيق حي وميت، باب الرضا عن ناظره مسدود، واحد جعل نفسه بخير وتقوى، راضي وله باب الرضا مجرود، راضي ومرضي بحسن اعماله، يفرح اللي جاه اجله المعدود، تقول نفسه قدموني واسرعوا، للروضه الخضراء وريح ورود، هذه هي اللذه وذي المنوه، يا سعد من يرقد بها بخلود، اوصيك يا غرقام في ظلمه الجهل، ابحث عن الدين الصحيح وعود، واوصيك يا طربان مع لذه الهوى، لا تحسب انك دائما بسعود، واوصيك يا مغرور في زمه الصبا، لا تجعل الجسم الصخيف وقود، تراه لابد الحياه تودعه، ولابد ما يرتع على هالدود. عقب الشباب وعقب حسن المنظر يلحف على حدب الخشب ممدود ويحمل اليا قبر كريه منزله واليا نزلت يحل عنك عقود وتوضع بملحود توحش ضمته ويوضع عليك معتراب حيود إما رحمك اللي عصيته برخة لا راح من غيره ولا ودود يا نفس كفي عن غرورس وارجعي جزات من جنس العمل ماكود إلى عملتي خير قدمت مثله واليا عملتي شرلت مرصود توبي عن العصيان ثم انت تشهد عليك أيام ما تعود وقدم تسجل وكل شيء مسجل ولا يظلم الكاتب كسرة عود كل يحصل ما عمل في صحته قدمه محضر والجزاء موجود هذا وصلوا عد ما رش المطر على النبي ذر عدة ذوار النود وسلامتكم. أحسنت على هذه الأبيات الطيبة. والآن نقول للإخوة إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج وشكرا للجميع. او سلام يا دار الوفا دار الامجاد فهديامنا كلها عياد أو درع العرب عند الظروف الخطيرة عبد الله لنا درع وسنان
الحمد لله ما علينا بصير. أيها الأخوة، معيض العجي الحربي شاعر معروف من شعراء المحاورات، في إحدى جولات البرنامج الجانبية التقينا بالشاعر معيض العجي في محاورة مع زميله راشد السحيمي. يا مرحبا عند راعي مرحبا كل حين، ترحيبة غالية في الفرصة الغالية. ترك لك منزلة بقلوبنا عالية. ترك لك منزلة بقلوبنا عالية. من قام في واجبه مشكور دنيا ودين، يصبر على المرة اللي باغي الحالية. يصبر على المرة اللي باغي الحالية. تعيش يا اللي وقف ما قف الغانمين، وقف على بر في حزة متوالية. وقف على بر في حزة متوالية. وتعيش
وده يسار ولدتينا يمين ولين جمع المراجلها وشوك تالية ولين جمع ما هنمشي الا ورا شهيابنا الاولين نمشي على دربهم في كل الاحوال لا هديت وانت مجرب ماضية السنين جمعت فخر الرجال وروس الأموال يكتم من المهتدين وانصلح قلبه بتصلح كل الأعمال كرزج هودك وربك خادم الغافلين صحالة تهمل ولا ترضى بالأهمال تبنا من الصالحين فالساعة اللي ما ينفع مالي وعيالي Oh!
اصبر وبصبر ترى ربك مع الصابرين. لا تحسب قلوبنا يا